أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة من تلفزيون اليوم السابع. الحقيقة إنه في ارتفاع كبير بتشهده درجات الحرارة خلال الساعات دي زي ما احنا شايفين، والإحساس بهذا الارتفاع واضح بشكل كبير جدا أسفل أشعة الشمس المباشرة. عشان كده كل الناس بتسأل، طيب الطقس عامل إيه في الساعات والأيام اللي جاية بشكل عام؟ وعلشان نجاوب على كل هذه الأسئلة المتعلقة بالطقس معانا دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي استاذه منى، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. يعني في البدايه دكتور، كلمينا عن حاله ارتفاع الحراره اللي بتشهدها البلاد في الساعات دي. بالفعل يمكن احنا من الامس بدانا نشعر بارتفاع درجات الحراره، وده اللي متوقع يكمل معانا اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع. كده اليوم كمان في ارتفاع طفيف عن الامس بحوالي من درجه لدرجتين. ارتفاع درجات الحراره خلال هذا الاسبوع يمكن احنا هنشعر بيه اعلى من الاسبوع الماضي برضو بحوالي من درجتين لثلاث درجات. متوسط درجات الحراره خلال الاسبوع الماضي كان ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه، خلال هذا الاسبوع ما بين ال 36 وال 35 درجه مئويه. خلال هذا الاسبوع في ارتفاع في درجات الحراره مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه اللي بيجينا دايما مع امتداد منخفض الجنب الموسمي. اغلب الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبتؤدي لارتفاع رطوبه في الجو، فبالتالي كمان ارتفاع نسب الرطوبه بتؤدي لمزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره، مزيد من يعني بنحس بدرجات حراره اعلى من القيم دايما اللي احنا بنقولها كمان مع حضراتكم. يعني لو متوقع اليوم العظمى على القاهره 36 درجه مئويه مع ارتفاع نسب الرطوبه بتحس بيها 38 و39 درجه مئويه. عشان كده احنا بنحس بالطقس خلال فترات النهار، طقس شديد الحراره رطب خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. طقس حار رطب على سواحلنا الشماليه ده خلال فترات النهار، ويمكن اغلب مناطق الجمهوريه بتشهد ارتفاعات في درجات الحراره. خلال فترات الليل احيانا بيكون في نشاط للرياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه. طيب قولي لي يا دكتور، درجة الحرارة في دول تانية زي المغرب وأوروبا بتوصل حوالي 47 درجة وفي حرائق في الغابات بشكل كبير جدا، هل إحنا بنتأثر بنفس الكتل الساخنة دي؟ بالفعل الأول في دول دلوقتي زي البرتغال، أسبانيا، إنجلترا، فرنسا فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لكن دول بيتأثروا بكتل هوائية قادمة من شمال أفريقيا، كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الكبرى طبعا فيها ارتفاع كبير في درجات الحرارة. الكتل دي بتمر على البحر المتوسط، مناطق ضيقة ما بيحصل لهاش تعديل في درجات الحرارة، بتوصل لهم بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. لكن احنا خلال هذه الأيام وعلى مدار هذا الأسبوع تحديدا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من شرق جمهورية مصر العربية، صحراء شبه الجزيرة العربية، مرورا طبعا بالعراق وتركيا، مرورا كمان بالبحر المتوسط. فمصادر الكتل الهوائية مختلفة تماما، عشان كده احنا يعني ما عندناش الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة اللي بتشهده الدول الموجودة في أوروبا. طيب بشكل عام يا دكتور، هل معدلات الحرارة في الوقت الحالي طبيعية اللي بنشهدها؟ اللي بيشهدها جمهورية مصر العربية بالفعل هي طبيعية جدا. كان احنا في بداية فصل الصيف قلنا ان معدل درجات الحرارة تروح ما بين ال 35 وال 37 درجة مئوية، المعدل الأساسي في شهر 7 بتروح ما بين ال 35 لل 36، فاحنا نعتبر في المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدل الطبيعي لها بحوالي درجة. لكن المهم جدا في فصل الصيف اللي دايما بيحسسنا بالأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، دايما ذروة ارتفاعات نسب الرطوبة بتكون شهر 7 وشهر 8، وده العامل المهم جدا في فصل الصيف اللي بيأثر أكثر على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. طيب قولي لي يا دكتور كمان، درجة الحرارة دلوقتي في أشعة الشمس كام؟ والموجة الساخنة دي هتخلص إمتى؟ يعني طبعا هي درجة الحرارة تحت أشعة الشمس أو أشعة الشمس المباشرة بتزود إحساسنا طبعا بارتفاع درجات الحرارة، بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى كمان من درجة الحرارة اللي إحنا دايما بنقولها أو درجة الحرارة المحسوسة. لكن هي بتختلف من شخص لتاني، بتختلف من فترة وجودي تحت أشعة الشمس والمدة اللي أنا هبقى موجود فيها تحت أشعة الشمس، هي تختلف من شخص لتاني، لكن هي أكيد أعلى من قيم درجات الحرارة، ودايما أشعة الشمس بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. الموجة دي مستمرة معانا في نهاية هذا الأسبوع، كمان بدايات الأسبوع المقبل مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة أو الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.
درجات الحرارة المحسوسة هتوصل ل 39 درجة مئوية في بعض الأيام، وتحديدا يوم الأربع القادم، ده طبعا على القاهرة الكبرى. يمكن كمان محافظات جنوب البلاد درجة الحرارة توصل فيها المحسوسة ل 44 درجة مئوية. فاحنا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة لنهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل بإذن الله. طيب إيه هي النصائح اللي بتوجهها الهيئة للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية دكتور؟ طب خلينا قبل النصائح نوه إن احنا من غدا هيكون في بساط للرياح على سواحل البحر المتوسط، فده هيؤدي لارتفاع الامواج، وارتفاع الامواج على سواحل البحر المتوسط هتوصل من 1.5 ل 2.5 متر، وده مهم جدا لان احنا في فتره اجازه وفي ناس كتيره موجوده على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، فلازم نحذر من ارتفاع الامواج في المناطق دي. دايما نبقى يعني في مناطق بالقرب من الشاطئ، لو احنا هنبقى موجودين على الشاطئ يبقى دايما نخلي بالنا بلاش التعمق داخل البحر المتوسط. دي نصيحة مهمة جدا. لكن النصائح العادية مع ارتفاع درجات الحرارة، مهم جدا تجنب أشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر. الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، ومهم جدا بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة لأنها طبعا بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وقدر الله بتصبنا بضربات الشمس والإجهاد الحراري. فيبقى دايما معانا لو احنا في الشارع في الفترة دي دايما معانا غطاء للرأس شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. بالإضافة كمان بقدر الإمكان أبقى موجود في أماكن جيدة في التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة العالية الموجودة في الجو. نرتدي طبعا ملابس قطنية فاتحة اللون في الفضاء، ده هيساعد على عدم امتصاص أشعة الشمس. ضغط المية تبقى موجودة في إيديا على مدار الأيام القادمة، ده هيساعدني طبعا على تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. يعني دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا لك، شكرا جدا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.